الثانية. وفي المجموعة ذاتها حقق وفاق سطيف الجزائري انتصارا مهما على مستضيفه حورية كوناكري الغيني بهدف دون رد. عندما ترجل مارك فيلموتس من حافلة الرجاء لم يكن يعلم أنه لن يكون رفقة طاقمه الفني على رأس قائمة الفريق لعدم تأهيلهم من طرف إدارة النادي. مدرب الحراس سعيد الدغاي كان بديلا لمدرب الرجاء. الفريق الأخضر دخل أمام ضيفه أمازولو وهو يعلم أن أفضل البداية تكون انتصارا. مروان الهدهودي ارتقى فوق الجميع وكرته دقت باب أمازولو عندما منع العمود من الدخول في كرة تابعها بادي بانغا دون جديد. كابونغو سدد كرة كادت تمنح الرجاء الهدف المبحوث عنه، لكن الحارس موتوا في المكان المناسب. النسور الخضراء وصلت التحليقة في منطقة أمازولو ومحاولة بادي بانغا وجدت الحارس أمامها دون أن يعلن الحكم عن أي خطأ في صندوق الجزاء. أبرز محاولات الرجاء كانت بقدم كابونغو الذي لم يحسن التدبير من أجل تدوين الهدف الأول للنسور. رد أمازولو كان قويا، القائد ماخيلين ماخولا كاد يضرب الرجاء في مقتل لولا مساندة عمود المرمى للرجاء. سعيد الدغاي كان على عاتقه ثقل كبير في مسابقة كبرى رابطا نفسه بسماعة أذن مع البلجيكي مارك فيلموتس. عسى أبواب أمازولو تفتح، من غيره يفتح المغلق بتجربته محسن متولي بمهارة يراوغ ويستهل هجمة أكملها بنفسه في الشباك بطريقة رائعة. الرجاء نال النقاط الثلاث وعينه على قادم الجولات. المباراة الثانية عن المجموعة الذاتية عرفت دخولا موفقا للقادم من الجزائر وفاق سطيف بملامح الثقة عندما حل ضيفا ثقيلا على حورية الغيني. الشوط الأول عرف مدا وجزرا على مستوى إيقاع اللعب مع تحكم نسبي لوفاق سطيف في وسط الميدان، حيث أنه كان قريبا من تسجيل هدف التقدم، لكن مساعي الفريق الجزائري لم تترجم إلى أهداف. في المشهد الثاني النسر الأسود سيقلب طاولة الحوار على أهل الدار دون اكتراث بتكيت الضيافة عندما نجح لاعب أحمد القندوسي في التهديف. المواجهة شهدت إشهار البطاقة الحمراء بعد إخراج لاعب حورية ياكوب باري. لا شيء تغير بعدها، وفاق سطيف حقق الأهم وعاد إلى قواعده بفوز ثمين سيجعله يدخل مباراة الرجاء.